السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الميزان، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. احبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نشوف الصورة اللي هتطلع لمواليد برد الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. بسم الله. شوف الملح الروحاني بيقول لك ايه. بسم الله. في اشخاص هنا، الاشخاص دي بتحاول تهد من طموحك او تهد من طموحك او طموحاتك، وتخليك يعني عايزة تفشلك في حياتك، ودي يعني نتيجة من الغيرة اللي حواليك. حاول ان يعني ترتب امورك بشكل صح، وحاول كمان يعني تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص يعني هيكسر بخاطرك بسبب يعني كلامه المزعج، وعندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. هنا بقول لك انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بنسبة يعني ليك شخصنه، بنسبة يعني كبيرة ليك. في شخصنه انت سامحته كتير، الشخص ده انت سامحته كتير من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل عشان تسامحه برضو مرة كمان. احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى ادق، حاول تعرف فين اللي بيحبك وعايزك في حياتك. شايف هنا يعني هترزق بمبلغ، هترزق بمبلغ مالي هتفرح بيه. شايفك هترزق بمبلغ مالي وهتفرح بيه. وعندك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عندك هنا يعني شخص قلبك هيكون يعني قلبك هيكون مرتاح ليه. شايف هنا في يعني معاك، يعني هنا قلبك هيكون مرتاح ليه في تصرفاته وفي طريقته، هيكون قلبك مرتاح ليه. شخص هنا بيرجع لك، يعني بيرجع لك بطريقة يعني ندم، بطريقة ندم وكأنه يعني مهم، حاولت يعني تصفي منه، لكن لأن انتقامك أقوى من قلبك، انتقامك أقوى من قلبك. بحس إن عندك الحب الكبير ليه إنسانة يعني بتتجسس عليك، داخلة وسط الحب الكبير الإنسانة دي بتتجسس عليكم في كل مكان، وكأنها مش رايدة ليك الخير. وعندك هنا أشخاص بيحسدوك على النعمة، يعني على النعمة اللي عندك حواليك. يعني عندك هنا قرار هتاخذه في الشغل وهتتواجه مع شخصيا، بس خلي بالك من المواجهة، لأن هنا هيكون فيها إحراج ليك. احذر من الأبراد، يعني هنا إن أبراد خلي بالك منهم، ناس يعني خلي بالك منها دي. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في عندك مشكلة مع شخصيا هتنحل مع شخص، وهتتخاصم مع شخص تاني. في عندك نقلة من مكان لمكان، وفي عندك خبر يعني بحالة وفاة، بحالة وفاة، خبر عندك بحالة وفاة. وعندك يعني وفي عندك هنا تعب الفترة دي، تعب الفترة دي هيجي ليك في المعدة. عندك قضية ربنا هينصرك فيها بإذن الله. عندك يعني هنا امضي على ورقة، أو شايفك بتمضي على ورقة أو أوراق من شخص مهم. حذاري الفترة دي انك تقع في ظلم وما تعرفش تخرج او تخرج نفسك منه. في موضوع سفر بيجيلك على غفلة، موضوع سفر بيجيلك على غفلة، موضوع السفر ده يعني. بس يا عايزك ايه، انت هنا ماشي، انت
تعبت او انت تعبت كتير وللاسف مش لاقي حد تتكلم معاه او تفضفض معاه، بالك مشغول، شخص في شخص سابك وينعزل عنك، ولكن مكانته لسه في قلبك، ولكن مكانته لسه موجودة في قلبك. ابعد الفترة دي عن اي الكيل والكال، لان بسبب كده غيرة بعض الاشخاص اللي حواليك هتوقعك في مشاكل ما كنتش متوقعها. في انسانة هنا عندها يعني منك الغل والانتقام، احذر منها، لان تصرفاتها هتكشف عدوانيته. قرار هتاخذه يخص العمل، قرار هتاخذه يخص العمل، عندك محكمة أو قضية، لا كانت على البال ولا الخاطر، ولكن رب العالمين بينصرك فيه. بعد 3 أوقات بتتحقق حالة أنت عايزها، وأنا شايف إنك عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي. في شخص هنا بيحكي معاك في يعني موضوع، وانت دماغك يعني هنا هتكون بترتب لموضوع تاني. انا شايف هنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، انت هنا ظلمت، ظلمت كتير، ولكن من بعد الظلم نصر، نصر، وعندك هنا الفترة اللي جاية عدة نصرات هتبسطك خلاف مع حد من عتبة البيت. وفي هنا موضوع انت هتتكلم فيه مع حد وهتكون قاصد تتكلم فيه عشان تعرفوا او تعرفهم او تعرفوا حقيقة الشخص، ولكن هنا بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه، هتحطه يعني في موقف، يعني هتحطه في موقف محرج، رغم انك حابب تبين الحقيقة، بس احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، احذر من الاستغلال. اللهم صل على سيدنا محمد، وانتبه على شغلك، انتبه على شغلك على قد ما بتقدر، لأنك هنا ممكن تتعرض للخسارة، ممكن تتعرض للخسارة، خلي بالك في أي وقت. شايف هنا بقول لك عندك سفر برضه، طريق السفر مفتوح معاك، وشخص يعني هنا بيمضي لك على ورقة، بيمضي لك على ورقة بتسعى يعني ليه، الورقة دي بتسعى ليها من فترة، في مبلغ مالي هيجي لك من الدولة أو من حكومة أو في محكمة. شايف إنها تتعرف على شخص روحاني، شايف هنا في شغلة، يعني شايف هنا في شغلة عندك هنا وعكة، يعني شايف عندك وعكة صحية ما كنتش متوقعها. رجليك، معدة، ألم في الظهر، صداع. شايف هنا يعني هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في حد رجع لك شخص من الماضي، بس قد ما يعني اللهم صل على سيدنا محمد ما يحاول يبين كبرياءه عليك قد ما عزته كانت موجودة جواك. شايفك هنا بتتعرف على شخص الفترة دي، وتعرف عليه هي شخص. شايف هنا لأن في بيتك مشكلة، في بيتك مشكلة، في بيتك مشكلة تنحل، هتنحل المشكلة. شايف بيتك مشكلة عندك وهتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك تغير عربية، في تغير عربية، أو يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أو شراء عربية. في عندك شخص متزوج يعني بتتعرف عليه أو تتعرف عليه قريبا، شخص يعني عيونه هتكون زايغة، بس الشخص ده هتكون زايغة عيونه على حداد، هيطلب منك أكتر من حادة وحادة، مبلغ، شايف هنا مبلغ عندك هنا. اللهم صل على سيدنا محمد، الخير قادم، الخير قادم ليك، الخير قادم ليك بإذن الله تعالى، الخير قادم ليك. اللهم صل على سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. شايف عندك هنا برضو تغير، يعني أو شافك إن أنت تغيرت، أنت يعني هنا أو أنت متجاهلة ناس كتير ومش فارقة معاك أو مش فارق معاك هم بيعملوا إيه، لكن قررت تحب نفسك، حاسس إنك طاقتك هادية
ومش خسران وانت راضي، وبتعزز يعني شايفك هنا بتعزز بنفسك، يعني شايفك بتعزز نفسك وبتقول مش مستني انه تكلم الشخص ده. كنت ضعيف قبل كده لكن دلوقتي لا. شايف في خطوبة في أرض بيتكم، خطوبة أو زواج في أرض بيتكم. شايفك بس يعني شايفك زعلان، إيه اللي مزعلك وكسر قلبك؟ شايفك زعلان مجروح، مع إنه عندك هنا الباب اللي اتقفل في وشك من سنين، الباب ده هيتفتح قدامك، باب رزق هيتفتح قدامك، باب رزق. عندك هنا يعني استلام ورقة فيها نجاحتك، يعني نجاحك من المدرسة أو نجاح أو حاجة زي كده. تغير عندك مكان منزلك، أو هتجدد المنزل، أو هتجدد منزلك، أو هتغير المنزل اللي أنت فيها، تشتري منزل جديد. طريق السفر قدامك مفتوح، فيه رزق إن شاء الله، فيه راحة ليك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. جاية لك الفرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. يعني شايف ان انت تعبت كتير وتعبت، سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك، فلا تكن مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا مبلغ مالي، يعني مبلغ كويس محترم، قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع يعني دين بإذن الله، أو رجوع دين ردع لك حقك رادع يعني. بس عايزك تنتبه من أشخاص، احذر من الأشخاص دي، قد تعتقد إنهم مقربون ولكنهم هم يعني يفتشون أسرارك ويتمنوا لك الضرر. احذر منهم دولي، احذر وانتبه جيد من هذا العين الحاقدة الحاسدة الذي يعني تعرقل حاجات كتير، تعرقل مسار حياتك ومزادك اليومي، بقالها معاك يعني فترة. هناك شخص قريب منك حاسد وحاقد، يكرهك، أصابك بالعين بدل المرة أكتر من مرة، هو بجنبك ولكنه يشعر بنقص، يشعر إنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه. العين مسيطرة عليك في الحركة والعمل والراحة والحب، دايما تشعر بالكسل وعدم الراحة سواء في النوم أو محمد. شايف هنا يعني شايف هنا هتكون يعني بسبب المشاكل دي، هتكون بسبب الكلام وسبب الجيل والقال والحكى والكلام ده. عندك القدرة إنك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة إنك تتحمل خبث الأشخاص معاك. شايف هنا يعني بيجي لك حاجة هدية، بيجي لك حاجة هدية في تليفون، ومن بعدها بعد ما تسمع خبر بالتليفون ده من بعدها بتسمع رزق حلو. عندك هنا ضغط نفسي وعصبي الفترة دي، حتى أنا شايفك هنا بتعاني بقلة النوم خلال الفترة اللي جاية. عندك مشكلة حكومية، أوراق حكومية، أو حد مسدود، أو عندك قضية أو حاجة تخص الحكومة، في أوراق أو مشكلة أو حاجة تخص الحكومة، بتخلص على خير، بتخلص معاك على خير بإذن الله وسلام. في عندك هنا ضيق، أو عندك ضيق خانقك تعبك، راح ينزاح بإذن الله تعالى. في ضيف ذيلك، ضيف ذيلك من مكان بعيد، وكأنه يعني بيحمل الخير وهو جاي. حاول هنا تستغنى عن الأشخاص اللي بتحطك في أمور مش هتفيدك. في عندك واحدة ست، الست دي مش كويس، احذر منها، احذر منها. رب العالمين هيقف معاك ومش هيخذلك أبدا أبدا. دايما هنا بقول لك إن حواليك أشخاص منتظرين منك الغلطة عشان يشمتوا فيك. عندك استغلال عاطفي، فيا ريت ما تفتحش قلبك لأي شخص إلا يستحقه هيكون في حياتك. شايف هنا حد عايز يأذيك وعايز يجيب لك المتاعب وعايز يجيب لك التعب. عندك مبلغ مالي، مبلغ مالي كويس دايلك. شايفك هنا شخص سبب يعني حماقته وتصرفاته معاك،
والسبب مش كويس الشخص ده. عندك هنا شخص هيفتش في حاجات او هيفتش لك في حاجات وانت غايب، شايفك هنا بتكشف شخص بيكذب عليك عشان يستفيد منك، وكأن شايفك هنا رامي حمولك على رب العالمين، بتتنصف قدام شخصيا وفي عندك موضوع بتمشي فيه بيفشل معاك، لكن انك ملت فيه نجاح كبير ليك، فيه نجاح عندك كبير. انت هنا محتاج تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء، عقلك الفترة دي زايد في التفكير، امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها الفترة اللي جاية، بقدر مستهدي نفسك، رب العالمين هينصرك في يعني كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل، بس يعني الامل عند ربنا موجود. بص هنا عندك صراع داخلي، شايف عندك صراع هنا داخلي ما بين تنسحب من شخص بيوقعك في فتنة وما بين انك مستني الوقت عشان تعرف تاخد حقك. الموضوع المادي عندك هنا اللي جاي رايح قد ما بتجري على لقمة عيشك، قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات، عندك مسؤوليات كبيرة وكترتها زادت عليك، وهنا لما بنحتاج الحاجة بتطلب يعني ما بتلاقيهاش، ولكن هنا يعني مش يعني هيكون في مقابلة في شايف فيها، فهيكون في هنا مقابلة عاطفية بتتحدد فيها مسيرة أو أمور معلقة بينك وما بين شخص، هتسمع من شخص كلام بيزعلك لجرد كبيرة، وفي عتبة البيت هنا هتقابل النميمة والفتنة، اتنين اوقات هنا يعني اوقات بيحصل بينك يعني ما بينك وما بينه شخصيا مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخص يعني من طبعه الكذب وكلامه معاك لا يقدم ولا هيأخر، انت هنا تعبان كتير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك، السعادة مستنياك، مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك هنا شخص يعني الشخص ده بيستشفى من تعب صحي، محتاج هنا هيكون عندك الصبر على كتير أمور، شايف عندك اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كتير أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي، شايف بدون قلق وإرهاق الحبيب هيكون معاك، في يعني شايف هنا في وضع توتر ومتطالبات هتكون يعني هتكون كتيرة الفترة دي، في إنسان رقبتها طويلة هتدخل بينك وما بين الشخص في كلام، وهتصير الجدل بينكم، يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه بيتجسس عليك في كل امورك، عندك تعب صدر ومعدة وترهاق وخنقة وضيق، واكتر حدا المشاكل اللي بدون سبب، عندك النفور تعبك، عندك وقف حال، هاي من السحر اللي عندك، عندك السحر تعبك قوي معركل لك حدات كتير، شايف عندك فرصة شغل بتجيلك بتفرح فيه، عندك سفر داخل البلاد، عندك محكمة ربنا هينصفك فيه، شافك هنا تقعد مع شخص مهم، بس بعد عن السلف تسلف فلوس او تسلف فلوس، الخير جاي لك، الخير جاي لك، ولو فين مطروح الخير جاي لك بإذن الله تعالى، شافك هنا عندك تبرير لأشخاص في الكلام، وانا بقول لك هنا يعني ما تبررش الأشخاص لا وجود يعني لا وجودك يعني في حياتهم منفعة، ولا وجودك في حياتك يعني منفع، ولا وجودهم في حياتك منفع برضه. بقول لك عندك هنا شخص يعني الشخص ده بيخنقك من طريقة حديثه معاك الفترة دي، شايف ان انت يعني هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة، في يعني شايف هنا ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية الوضع المادي هنا معاك هيتحسن،
شايف هنا اشخاص هنا هتاخد او هتاخد منك موقف بسبب الغيرة. واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية، في اشخاص حاسدينك لدرجة كبيرة. وانا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين، عندك النصر من رب العالمين. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابنا في الله، ادعموا الفيديو واللايك اخواتنا في الله، فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف. في اشخاص حاسدينك، الاشخاص ده حاسدينك لدرجة كبيرة، الاشخاص ده حاسدينك لدرجة كبيرة. وانا شايف عندك هنا نصرة في شخص او في ناس او في اشخاص ظلموك في الكلام وهيقولوا عليك. عندك هنا شخص مهم كان ليه معزه جوه قلبك، لان هنا شايفك انك متردد تاخذ خطوه اتجاهه، مكالمه تليفون او رساله هتدي لك، بس هنا هتبص فيها ومش يعني مش هترد عليه. في عندك وحده ست تصرفاتها معاك هتكون مش عاجباك، وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تتكلم او تعبر. في فرصة السفر ديالك، فرصة السفر ديالك، واحذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك. اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك او يتعبوك. عندك هنا شعورك تعبان، بس رب العالمين هيقف معاك. وفي موضوع يعني شايف موضوع خصام او مشكلة مع حد، انت معطي كتير، يعني واقف عطائك للزايد للناس عن اللزوم. عندك موضوع محكمة او قضية مش هي يعني مش مرتاح. في عندك شخص انت يعني هتقدر تخرصه برضه، هتخرصه توقف عند حده بردك عليه. الرزق دايلك قريب، الرزق دايلك قريب وهتنبسط بيه جدا. في بلوك بينكم وبين شخص هيحصل يعني هينفك. في عندك هنا زيارة لدكتور، حتى أنا شايف هنا يعني بتروح عند دكتور أو بتتابع عند دكتور، متابع عند دكتور. في شخص بيجي لك منه خير وبيفرح قلبك، بيفرح قلبك. احذر من المحتالين والمنافقين، وحاول تتجنب الأشخاص اللي بتغير منك. حاول تتجنب الناس دي اللي بتغير منك، اللي بتتمنى لك الشر، اللي تيجي قدامك تعمل نفسها ان هي بتحبك وبتتمنى لك الخير. حاول تبعد عن الناس دي. في امراه، المراه دي بتكرهك وانت مخدوع، هتنصدم لما تعرفها. احذر المكيدة عشان ما تقعش فيه. في شيء هنا هيحصل لك هيغير حاجات كتيره في حياتك. استعد للفرحه. انت مش مضغوط عاطفي او تعبان او حصل مشاكل كتيره بسبب السحر. البعض منكم ترسيم علاقة وشاف قرار زواج، في قرار زواج. وللمنفصلين هنا يعني اللي انفصلوا بسبب السحر، الشريك يعني السابق بيعيش أقصى حالات الندم على فراقك. شاف بداية جديدة وأمل عاطفي جديد في مواقف يعني هتكون كويسة. شاف للبعض هنا مبلغ مالي بعد أيام. للبعض هنا تريد الارتباط ولكن في عراقيل من أهله، من أهل الشريك. في شخص هنا يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا القبيل. صدق شعورك لهذا الشخص. شافك تفكر في شراء شيء جديد، شراء منزل، شراء سيارة، شراء مسكن، شراء بيت، بتفكر في شراء حاجة جديدة. إن شاء الله تتم على خير بإذن الله تعالى. كتر تفكيرك لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل أمورك. خروجك يعني من فترة طويلة صعبة، شايف حب جديد يطرق قلبك. البعض هنا كلام كتير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت يعني مش هنا، مش في دماغك، مش في خطه في دماغك. في صلح مع وعتاب ما بين زوجين، ما بين زوجين في صلح وعتاب، بعد عتاب في صلح ما بينكم ان شاء الله. بسم الله الكاش. شايف هنا عندك خروج شيء من بيتك، خروج السحر بإذن الله راح تخرجه إن شاء الله. العتبة الجديدة فيها الراحة ليك، فيها السعادة. العتبة الجديدة في مبلغ كبير وفك قرب عندك شديد، بس أنا شايف هنا حبيب محتار وغيران ليك،
حد مشتاق ليك وعايز يوصل لك، انت على موعد مع ضحكة من القلب، في فرحة في قلب بيتك، خطوبة ليك او فرحة بنجاح لاطفال، في بشرة نجاح في قلب بيتك او بمولود جديد بإذن الله تعالى، وطريق السفر مفتوح قدامك. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بنشوف رسالتك بتقول لك ايه، ان شاء الله الرسالة هتكون من ضمن احبابنا اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاش، يعوضك الله بما يليق بقلبك، هيعوضك ربنا بما يليق بقلبك، امين يا رب العالمين. اتمنى من احبابنا في الله يكونوا دعموا الفيديو باللايك، ويكونوا نزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه او من قرين او اي شيء، دخل القناه جميع العلاجات باذن الله تعالى، والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا يشرفنا في العلاجات، ان شاء الله نكون في حسن ظنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا كل يوم في جديد للأبرار.